السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا واضح جدا ان احنا النهاردة بنعمل مع بعض ريفيو، تمام، علشان الخيط كوتون اس انا اتسألت عليه كتير جدا، فانا ما بعرفش اقول رأيي في حاجة غير لما نشوف ونجرب ونمسكها وكل حاجة. الخيط مبدئيا، خليني امسك اللون ده، انا بحب اللون ده، اتركن كده، 100% اوريجينال قطن، يعني 100% قطن اوريجينال، تمام. يعني الخامة 100% قطن. طيب نكمل الاول الليبل وبعدين نسحب الليبل ونشوف الخيط بيقول ايه. احلى حاجة في الخيط ده، بعيدا عن اي حاجة، اللي مكتوب على الليبل عطر الجنة للخيوط. بصوا، حاسة بفخر الصناعة المصرية، فخر الصناعة المصرية، صنع خصيصا لعطر الجنة. مش قادرة اقول انا قد ايه فخورة لما بشوف اسم مصري على منتج بكواليتي عالي، انا ببقى فخورة. وكمان انا فخورة بقى بزيادة شوية علشان انا جروب عطر الجنة من الجروبات المحببة لقلبي، وده معروف يعني انا بحب داليا جدا. نتكلم بقى عن الخيط، مش هنفضل نتكلم عنه كده ليه كتير. قطن مصري 100%، ثبات عالي في الغسيل. اهم حاجة في الخيوط المصري ان في خيوط بتبقى مش ثابتة، فان الخيط المصري بقطن مصري والثبات الالوان فيه كويس، دي حاجة بجد تحسب ليهم جدا جدا جدا، تمام. ملمس حريري الياف طبيعية. الملمس الحريري طبعا هو باين ان هو ناعم. البكرة ما شاء الله، البكرة متكوكة متكوكة، انا مسكتها يعني ما شاء الله البكرة تقيلة. البكرة دي 200 جرام، تمام، 200 جرام. بتقترح علينا ابرة كروشيه من 3 لـ 4. طبعا انا مستحيل اشتغل بابرة 4، انتوا عارفين انا بعشق الابر الضيقة، هي اخلي فيها 3. والله اجرب معاكم كمان، هجرب، لا انا 3 ما مش عارف، هجرب ماشي. وتريكو من ابرة 4 لـ 5. طبعا الباقي بقى معلومات الغسيل، كده كده احنا الغسيل يعني احنا ما بنغسلش اصلا الكروشيه في ميه سخنه، لا طبعا لازم ميه ساقعه، اوعي. نشوف بقى فتله الخيط بتقول ايه. قبل ما نشوف الفتله كمان، حاطين هنا لطلب الجملة رقم، انت تقدري تتاخدي من عندهم جملة 012-27-47-5561، تمام. طبعا جروب عطر الجنة معروف على الفيس اهو. هنشيل بقى ليه الفتلة دي زي ايه. بصوا بقى يا بنات اللي لاحظتوا في الفتلة، الفتلة يعني باين على ملمسها موضوع القطن، القطن اللي هو 100% مش زي الاكريليك. ثواني اشوف كده حوالين مني فتلة جديدة، جبت لكم فتلتين نقارن بينهم وبينهم. ده فتلة ديفا، هقرب الكادر بقى عشان ايه يبقى الشرح باين. ده فتلة الديفا وده كوتون جولد. طبعا البكرات مقطوع منها الليبل لاني كنت شغاله منهم، تمام. اهو دي ديفا، دي كوتون جولد، ده اللي هو ايه اس كوتون او كوتون اس. بصوا الفتلات والفرق بينهم، ماشي. طبعا الخيط ده واخد نفس خواص الكوتون جولد اللي هو ايه اللي الفتله المطفيه، شايفين؟ طبعا شايفين الفرق في الديفا، الديفا هنا في لمعه، هنا لا، لان ده قطن، ماشي. طيب الكوتون جولد 55% قطن، ده 100% قطن، اذا كده الفتله دي افضل، ماشي، في ان هي بقى على الجسم وكده، ده قطن يعني ايه على رأي ستي الله يرحمها، يشرب الجسم. ستي كانت تلبس الحاجة القطن تقول القطن ده بيشرب الجسم، ما حدش يسألني يعني ايه ده كلام الستات الكبار، فده كلام ستي. طيب السمك بقى، السمك ايه؟ سمكه زي الديفا، يعني اسمك سنة بسيطة خالص من الديفا واقل من الكوتون جولد، يعني هو مش زي الجولد، ماشي، اقل سنة. او ممكن هقول لكم على حاجة، عارفين ممكن الفرق يكون ايه؟
ان ده مبروم اكتر شوية، لكن هو عامل زي الكوتون جولد ده ماشي، بس هو مبروم اكتر منه كمان. يعني مبروم الكوتون جولد فتلة مهوية، فتلة مش مضغوطة قوي ماشي، هنا مبروم اكتر. طيب نجرب ونشوف الابرة، ممكن نشتغل بابرة ايه. استنوا اجيب الابر بتاعتي. هما زي ما قلنا مقترحين علينا على الليبل الابرة مقاس من 3 لـ 4. طيب ادي 3، فين ادي 3، 3.5 4. وانا جبت من عندي ابرة رقم 2 لان انتوا عارفين، استنوا انا كنت بره الكادر، لان انتوا عارفين انا بعشق الابر الصغيرة. ادي ابرة 3، ابرة 3.5، ابرة 4، زي ما الخيط مكتوب عليه ابرة من 3 لـ 4 تمام. وهجرب كمان برضو معاكم بابرة 2 نشوف انهي افضل نتيجة في الشغل. طيب هنجرب الاول ابرة 3 زي ما هم قايلين تمام. تعرفي امتى ان الابرة مظبوطة مع الشغل بتاعك، ان الابرة ما تنتش او تسيب الخيط وتجري تمام. هنعمل ايه 10 غرز كده، 5 6 7 8 9 10. طيب انا شايفة ان الابرة مقاس 3 مقاسها حلو قوي معاها في الشغل. طبعا في ناس ايديها شدة وناس ايديها يعني سايبة في الشغل، فهتحتاج تكبر او تصغر الابرة. متشت كده، لا دي مرة مش هنحاسب عليها يعني. انما لو لقيتي الابرة عمالة تنتش منك فلأ، اذا كده الابرة مش مظبوطة، هتحتاجي تكبريها. طيب كده دي القطعة الصغننة دي معايا بابرة مقاس 3. انا شايفة مقاس 3 بالنسبة لي حلو قوي 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 مع التجربة. انا قلت لكم يا بنات ان الخيط، ان البكرة دي 200 جرام. طيب القطعة اهي مقاس بابرة 3، شايفين شكلها. انا هسيبها كده علشان نقارن ونشتغل بابرة تانية علشان نشوف ماشي. انا هسيبها نشتغل بابرة ايه 4، نبعد بعيد بلاش بقى 3.5، خلاص هيبقى الفرق بسيط قوي. ابرة 4 مش بالنسبة لي انا، وبالنسبة لشدة ايديا ابرة 4 بصوا مطلع الغرز، لا فانا بالنسبة لي كده ابرة 4 لا. طيب تعالوا نشوف ابرة 2. إيه البنات اللي هيشوفوني برغي، لو شايفاني برغي خلاص انت كده بالنسبة لك استفدتي خلاص، او انت مش محتاجة خلاص للفيديو خلاص اقفلي، بس ما تنسيش تعملي لايك. انا بكمل للبنات اللي بيبقى فارق معاها موضوع الابرة. انا كده بجرب بابرة 2 ماشي. لا ابرة 2 بتسيب مني الخيط او بتاخد منه حتة وتسيب حتة. بصوا ده اللي انا اقصده، ان لو لقيتي الابرة عندك بتسيب جزء من الخيط وتاخد جزء، بصوا انا هكمل على عيبها، ابصوا عملت تاني اهي وتالت كده. ابرة 2 دي ابدا صغيرة جدا، ما تنفعش نهائي مع الخيط. طب ما هم مقترحين 3، انت هتتفلسفي يا اميرة، وانا كده بتفلسف بصراحة تمام. فانت كده اذا ابرة 3 تمام، ابرة 4 لا، ابرة 2 لا تمام. نشوف بقى 3.5 عشان يبقى انا كده ايه رضيت ضميري من ناحية الابرة. 3 4 5 6 7 8. طيب يعني هي السلسلة واسعة شوية مش مشكلة. عن ابرة 3 هنقول ايه يعني، بس يعني طبعا مش زي 4 يعني، تمشي لو واحدة ايديها شوية ممكن تمشي. بصوا هو الخيط ده بالنسبة لي انا ابرة 3 3.5 لو انا عايزة الغرز يعني ايه مهوية شوية صغير تمام. لكن المظبوط البرفكت للخيط ابرة مقاس 3 زي الكوتون جولد اهي يا بنات. طيب نشوف دي بقى العينة دي اللي بابرة 3.5 ودي اللي بابرة 3. طبعا واضح جدا ان 3 هي الاظبط، دي 3 دي 3.5 تمام. الخيط بعد ما فكيت واشتغلت حتة اهي، فبصوا انا ما اقدرش اقيس البكرة دي
مكتومة او اللفة بتاعتها مضغوطة عن لفة الكوتون جولد، تمام؟ فانا لو مسكت الكوتون جولد كده اقولك اه ده ناعم، لكن ده مش حاسة النعومة فيه. ليه؟ لانه مضغوط. احسه امتى بقى؟ لما اشتغل حتة كده وامسكها في ايدي اشوفها بقى كده، والله العظيم الفتلة ناعمة جدا، بسم الله ما شاء الله بجد. ان يبقى ده خيط مصري وانتاج مصري، ويعني ربنا يبارك لها داليا ويزيدها من فضله، ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني حاجه محترمه جدا، حاجه تدعو للفخر. والله انا فخوره بجد، فخوره بيكي. بس كده، لو في اي سؤال سيبهولي في الكومنتات وان شاء الله بامر الله ارد عليه. واللي عايز يشتري من الخيط ده يتواصل مع جروب عطر الجنه، هسيب لكم اللينك بتاع الجروب في صندوق الوصف، ورقم التليفون بتاعهم تاني اهو هقوله لكم، 012، ده رقم للجملة، 012-27-47-5561. تمام كده يا بنات؟ الخيط كوتون اس او اس كوتون زي ما كده او كده. بس كده، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله، مع السلامة.